بتاع الناس. افتح لها يا رب باب الفتوح السنه بتاعت الابرار والصديقين. افتح لها يا رب باب الملكوت المشارك مع القديسين. افتح لها يا رب ابواب الراحه وتردد مع كافه الملائكه. وتستحق ان تنظر النعيم وتدخلها ملائكه النور للحياه. وتتكئ في حجم ابائنا ابراهيم واسحاق ويعقوب. اغفر لنا خطايانا التي سبقت في صراعاتنا بمعرفه وبغير معرفه معا. لانك انت رب تعلم وتعرف ما شاء الله وصبر. ورحمتك عدت كل الذين خلفتهم. أهل بيتنا لهم صبرا عمود وأنهم سلامة سمعية. شفاعة سيدنا القديسة الطاهرة مريم. جميع سفر السمعين فلتكن رحمتك وعدتك مع الشعب. أعطيهم روضة ثابتة في إيماننا. الأرثوذكس يكون ناصرا للمؤمنين جدة يوم سيدنا. مع بيت صبرا حتى تيجي وتصلى وعمل. استغفرك تنجيهم في الرشيمون. Yeah.
أكرم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كموعدة حقيقية غير الكاذبة، هب لهم خيرات مواعيد ما لم تره عين ولم تسمع بأذن لم يخطر على قلب بشر ما أعددته يا الله. والروح القدس إله واحد أمين.
كأباء نمر كل يوم بظروف نرى فيها أحداث كثيرة، نسمع عن الجنين الذي في بطن أم يموت، ونسمع عن الطفل الذي عندما نصلي لأجله نقول الذي لم يكمل عمره ولم يأخذ ولم يعطي، نسمع عن الشاب اللي فجأة انتقل، ونسمع عن الرجل الذي برحلة طويلة مع المرض. تتنوع الأسباب وتترحب النتيجة، لكن في كل حالة تفرض الحالة مشاعرها علينا. شوف العبارة الجميلة،
كابن تعزيه أمه هكذا أنا أعزيكم يقول الرب. عندما يا رب الرب يجدنا رغم الألم ورغم النار اللي احنا فيها بهذه الهدوب بهذا الاستسلام وبهذا التسليم وبهذا الصوت تعزيات الإلهية تكون هي مصدر عزاؤنا، نطلب أن يعزينا. كلمة أخيرة عشان ما أطولش عليكم، إذا كنا بنثق في أحكامه الفورية ونطلب تعزياته السماوية فأيضا نطمئن إلى مواعيده الحقيقية. هب لهم خيرات موعدك، ما لم تراه عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر. عندما تقدم الذين ينكرون القيامة إلى بولس واستبصروا واستصعبوا كيف تقام الأجساد، الأجساد التي تناصرت في الأرض، الأجساد التي صعبت التراب، الأجساد التي لم يبق منها سوى أذان قليلة، كيف تقام؟ وسألوا بولس الرسول كيف يقام الأموات وبأي اسم يأتون؟ كيف يقام الأموات وبأي اسم يأتون؟ إذا سألنا الرب بأنه كيف يقام الأموات ولم يعد في أجسادهم شيء بل تنصرت أجسادهم وأعضاؤه، الذي كون الإنسان مما لم يكن، الذي كون الإنسان مما لم يكن سيقيم الإنسان أيضا مما لم يكن، بل سيكون الإنسان في صورة أبدى من مكان. وهذا يطمئن. تعجبني كلمة لاهوتية عميقة جدا، ده في المجيء الأول سنرى المسيح كما نحن، لكن في المجيء الثاني سنرى المسيح كما هو. في المجيء الأول صار المسيح مثلنا، لكن في المجيء سنصير نحن مثله. في المجيء الأول صار مثلنا شبهنا في كل شيء، لكن في المجيء الثاني سنصير نحن مثله الذي سيغير شكل جسد تواضعنا لنكون على صورة مثله. اطمئن اطمئن، كل الجسم سيقوم سيقوم ولكن في صورة مبللة، يزرع في ايه؟ في فساد ويقام في مجد، يزرع في هوان ويقام يزرع في ضعف ويقام في قوة، يزرع جسما حيوانيا ويقام جسما روحانيا. لأجل هذا لا تقل فقط أنت التراب وإلى التراب تعود، بل قل أيضا أنك أنت من الله وإلى الله تعود. الله يعطينا نعمة ويعطينا بركة باسم الآباء الكهنة، آباء كهنة كنيسة الرودة، آباء الموجودين حاضرين. نشكر حضرة صاحب النيابة حضرة الدين الذي يزوره وتعزيته، ونشكر أيضا من أعماق قلوبنا القيادات الأمنية والقضائية والتنفيذية محمد المصطفى الذي قدم جهدا معنا والاستاذ شريف نادي. الرب يعطي الجميع نعم وبركه. Thank you.
Thank you.
تابعنا معكم تشييع جثمان الشاب مينا موسى ابن قرية الهوضة مركز مندوي في محافظة المنيا، والذي تم قتله وتقطيعه في محافظة القاهرة بعد أن غادر إلى هناك الأسبوع قبل الماضي للعمل كممرض منزلي، ولكن يعني تم اختطافه. وكان الإعلان عن العمل إعلان وهمي، تم اختطافه وتم قتله وتقطيعه، وعصرت الأجهزة الأمنية على بعض من أعضائه ملقاة في فرع الإسماعيلية في محافظة القاهرة، وتم تسليمها لأهله اليوم وتشييع جثمان من القاهرة. نشكر لكم طيب المتابعة ونوفيكم بمزيد من الأخبار من محافظة المنيا.